فنان ومخرج سوري وصف بأبو الفنون باختياره الطريق الأصعب والذي شكل حالة من العشق لديه وهو المسرح. رحلته مع الفن كانت مغامرة من إبداع وعطاء وتميز بمجال السينما أيضا والدراما. وهو أيضا من مواليد محافظة السويداء، تجربته الفنية لها طابع وخصوصية رغم الصعاب. حديثنا كان أكيد عن الفنان والمخرج السوري الكبير ممدوح الأطرش، يلي بعد وعكة صحية تجاوزها حقق نجاح جديد من خلال حبه وشغفه للمسرح ترجم بالوصية. هالعمل المسرحي بدأ عرضه على مسرح الحمرة يوم الاثنين الماضي. لنحكي أكثر عن الوصية، معنا بالاستديو ضيفنا ومخرجنا المميز ممدوح الأطرش. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك والحمد لله على سلامتك. يا هلا فيكم، حي الله بلهجة بلدنا احنا حي الله فيك بلهجة استاذ السويدة، وحي الله بسوريا، شعب سوريا الصامد الأسطورة ضمن هذا الحصار، حي الله بجيشنا السوري حامي هذا البلد، وحي الله فيكم صبايا بلدي وشباب بلدي الأمل للمستقبل. يعني في أحلى من هيك صباح؟ تصبيحة من السويدة للشام لكل سوريا كمان. خلينا نحكي أول شيء أستاذ ممدوح عن عمل الوصية، هالعمل اللي لقى إقبال كتير وحتى شفنا قديه لاقى تغطية إعلامية ونجاح، يعني في ردود أفعال كتير مهمة كمان كانت عنه. يعني هي الوصية فردية من كاتب النص فيصل الراشد إلى ممدوح الأطرش. نعم. دراميا حولها ممدوح الأطرش وصية شعب حصر جغرافيا في منطقة عذرة العمالية، عممت الأرض السورية ككل كحالة إسقاطية، قدمت رسالة الوطن، رسالة البلد، الرسالة الإنسانية اللي عم يعيشها الشعب السوري ضمن هذا الحصار البشع اللي عاشوه. خاصة أنه يمكن عذرة العمالية بيقولوا لها سوريا الصغرى لأنه كانت عم تجمع من كافة الألوان، لأنه هي تحوي نماذج مختلفة من كل أبناء الشعب السوري من كل اتجاهاتهم باختلافها بتوافقها الفكرية الثقافية الانتمائية السياسية الدينية. كانت هي يعني الحقيقة نموذج لهذا الشعب بكل تعدداته إن كانت اختلفت أو اجتمعت. فبضمن المصيبة العامة بضمن الإشكالية العامة وهون من بعد دراما، يعني ضمن هذا الضغط وضمن هاي المعاناة توحدت هذه الناس لمكافحة ناس وحوش يعني طلعوا يمكن من عبق التاريخ لما يجوا يغزوا هذا البلد. فهي وحدة شعب، يعني وحدة شعب. أكيد. أكيد مهما اختلفت الآراء لكن موقف الشعب هو موقف واحد بوجه الإرهاب، بوجه جميع من أراد يمكن السيطرة على سوريا باقتصادها بشعبها بحياتها. اليوم ردود أفعال وأسئلة كثيرة عم تتوجه للأستاذ الفنان الكبير ممدوح الأطرش من بين الناقد والصحفي جهاد أيوب اللبناني، أكيد نوجه له تحية. بيسألك أستاذ ممدوح أنه عبر الفيسبوك، طبعا أنه اليوم عبر الفيسبوك بيسألك أنه هل لا زال الفنان ممدوح الأطرش بيحلم مع أنه اليوم الحرب خطفت أحلام كتير من السوريين ويمكن وقفتهم عن الحياة حتى؟ يعني السؤال كثير جميل. نعم. وبده تفسيرات بوقت أكبر من هيك بكثير، بس نحن بنحكي بصراحة وبوضوح. يعني مهما حاولوا أن يقتلوا هذه الأحلام، مهما حاولوا أن يحاصروا أحلامنا وحياتنا، يعني لا يكفيهم حصار حياتنا فهم يتوجهوا لأحلامنا حقيقة. نعم. لكن وعبر التاريخ، يعني هي مش حالة جديدة لسوريا، يعني عبر التاريخ سوريا شكلت أسطورتها، شكلت تحويل أحلامها إلى حقائق. يعني لم يكن في الماضي مختلفا عن الآن، يعني نحن هذا الوطن هذه الأرض الطاهرة المقدسة تعرضت لفترتي احتلال من أبشع الفترات التي تمر بها شعوب العالم، الفترة العثمانية والفترة الفرنسية، قاومت بسلاحها الأبيض بأظافرها أعتى جيوش العالم وانتصرت. وأنا السؤال الذي يطرح الآن، لماذا نحن لا ننتصر؟ نحن سننتصر. وبمجرد صمودنا هذه الفترة 7 سنوات شنت، يعني كل جهات العالم تكالبت لكسر شوكة الشعب السوري ولإذلال الشعب السوري، وما زال الشعب السوري يمارس حياته اليومية، وهذا نحن الآن نمارس حياتنا بشكل طبيعي، والمسرح بخير والفن بخير والبلد بخير والناس تمشي بالأسواق. يعني تعطي هذه الحالة، تعطي للعالم رسالة أنه نحن نؤمن بثقافة الحياة ونصدر للعالم ثقافة الحياة حتى لو اجتمع العالم وصدر لنا ثقافة الموت. لكن أستاذ ممدوح خلينا نشوف مقتطفات من المسرحية الوصية يوم نرجع نتابع حديثنا.
دخلت عمها مرأة حسين. طمنوني يا جماعة فين الخير؟ هي وين هو الخير؟ وين هو الخير؟ هي من هو الأفندي المتكر؟ يعني ما عرفتنا. الأستاذ حسين بن يوسف أبو مهاج شارنا بالطابق الرابع مدير الأفران الآلية. يعني استاذ ممدوح قبل ما نروح كنا نشوف مشاهد من المسرحيه، كنا عم نحكي قد ايه بعده الفن بيأوجه بسوريا وعم بيأدي رسالته. اذا بدنا نخصص المسرح ونشوف قد ايه هو فعلا نجح بنقل الرساله رغم الظلم يلي عم بيحيط فيه. يعني نحكي نحن بصراحه مطلقه، نعم، المسرح مظلوم، مظلوم في سوريا وباغلب البلاد، يعني رغم انه المسرح هو وجه ثقافي حضاري لاي مجتمع لاي بلد. هنالك السينما، التلفزيون، الجاذب الأكبر اللي عم بيسرق حتى الفنان من هذه الحالة الثقافية الحضارية اللي هي خشبة المسرح إلى بريق السينما إلى التلفزيون، شاشات التلفزيون. يعني أنا أرى أنه أطالب بهي المناسبة يعني كل الجهات المسؤولة أن تهتم بالمسرح أكثر، لأنه هذا الإمكانيات الضعيفة التي توضع للمسرح وترصد للمسرح كميزانيات بالمستقبل القريب حتى، يعني ستجد أن كل فنانين المسرح يهربوا إلى مجالات أخرى من العمل الفني. فها يعني مطالبة حقيقية مني كمسرحي، أنا أؤمن بحضارة المسرح وتاريخه وعراقته وأثره في الجمهور، أثره المباشر بين العاطي كممثل وبين المتلقي. فيجب أن تكون هنالك خطة لعدم القضاء على المسرح السوري خاصة يعني بهذه الظروف الحرجة اللي نتبح فيها، وأحوجنا للمسرح وجمهورنا كما شاهدتوا أنتم في بداية العرض الأول المسرحي وغيرها من الأعمال اللي قدمت. هذا الجمهور بشغف كبير أن يرى أعمال مسرحية وأعمال مسرحية جادة هادفة. يعني ان شاء الله هيك بنتمنى انه طبعا رسالتك تلاقي صداها عند المعنيين بما يخص المسرح، مع انه يمكن هالسبع سنين عملت نهضه كبيره على خشبه المسارح، شفنا فنانين كثير اتجهوا للمسرح لارسال رسائل معينه ان كان بالمسرح والسينما، لكن يمكن اللي ميز مسرحيه الوصيه هي دمج ايضا مجموعه مجاميع من الراقصين مع لوحات دراميه، كمان تحكي لنا عن هالخصوصيه. يعني شوفي نوعيه العمل او طريقه العرض المسرحي بالوصيه من الأعمال، أنا برأيي من الأعمال المسرحية وطريقة العروض الصعبة جدا، لأنه أولا هنالك وثائق محددة قدمها العرض، وما أصعبها أن تأخذ الوثيقة بحذافيرها وتطوريها دراميا وتقدميها بطريقة عرض بالدراما. فمن المزيج أو المزج ما بين الواقع والوثيقة والحقيقة والرؤية الدرامية لهذا الحدث أو لهذه الحالة في خطورة كبيرة، وخاصة أن شخوص العمل بشكل كامل كلها شخوص حقيقية موجودة ما زالت بيننا. وفي ليلة الافتتاح الأولى كانت شخوص أبطال العمل غالبيتهم حاضرين في الصفوف الأولى يشاهدوا نفسهم على المسرح. فهي حالة خطرة جدا يعني يواجهها المخرج، كيف يوافق بين الحقيقة وبين الرؤية الدرامية، بين الوثائق والدراما. هي حالة. الحالة الأخرى في الوصية كانت هنالك حالة جديدة تقريبا في المسرح السوري، هي لغة الجسد. فكان تمازج بين اللغة المحكية، لغة الكلام، لغة الممثل، ولغة جسد للراقص الذي عبر دراميا عن الحدث وعن جسامة الحدث وتطور الحدث، ويمكن صعب جدا أن نعبر عنه كلاما، فاستعضنا بهذا التعبير اللفظي إلى حركة جسدية كاملة جماعية تعبر عن ذات الممثل، عن ذات الشخوص التي تتحرك على المسرح، عن ذات الشعب، عن ذات المعاناة اللي عم يعيشها الناس. حكينا عن رسالة الأولى لمسرحية الوصية وهي وحدة رأي ووحدة موقف الشعب السوري، خلينا نحكي عن رسائل أخرى ضمنتها المسرحية، قد قدرتوا فعلا توصلوها بهذا الاتصال المباشر مع الجمهور؟
يعني هو أنا برأيي الرسالة الأهم يعني واللي قلت أنا بآخر العرض تقريبا لما أوقفت حركة العرض كسرت الإهام هذا اللي نحن منسجمين فيه في العمل المسرحي وقلت أنه أنا قدمت مسرحيتي بأمانتي وبرؤيتي الشخصية وأنهيتها بطريقتي لكن الأهم من هذا كله أن المسرحية اللي كتبوها لنا كسوريين اللي كتبوها للشعب السوري لن ينهيها إلا الشعب السوري وبيدين الشعب السوري هي أهم رسالة أنا بتصور حملها العمل أنه المفروض فينا نفيق لنفسنا وما نخلي بصيرنا بيد الآخرين لأنه الآخرين لا يريدون لنا خيرا ولا يريدوا لهذه البلد خيرا هنالك مصالحهم التي تكالبوا عليها على حساب الشعب السوري فالشعب السوري يقرر مصيره ويختار ذاته ويختار قراره بإيده وينهي هذه اللعبة المسرحية اللي رسمت بدقة وبإحكام لإذلال الشعب السوري وكذا أكيد أستاذ ممدوح يعني على خشبة المسرح دائما التحية الأخيرة بتكون للجمهور مين بأي شخصية تأثرت أنه أجت وحضرت ولما شفت هالكم الهائل من الجمهور شو حسيت شو كان شعورك يعني بدون شك الفنان بعد هذه المعاناة وبعد التعب وخاصة العمل المسرحي بالذات فاجأت بشخصية ما أجت حضرت يعني أنا يعني كل الشخوص اللي حضروا أنا مدان لهم لأنه هذول هذا جمهورك الحقيقي الصادق يعني اللي مباشرة بيعطيك نتيجة تعبك ما بينتظر أيام ليعرض عمل أو شيء بنفس اللحظة بتصير في التلقي عند المشاهد يا بقدرك يا بيبعد عنك يا بيصفق مجاملة يا ما بتلقي عم يصفق من قلبه حبا واحتراما وتقديرا لما قدمتيه له فأنا يعني تعبت كثير في هذا العمل حقيقة يعني وخاصة أنا وضعي الصحي أصبت في عيني وعملية جراحية ما زلت أعاني منها حتى هذه اللحظة سلامت قلبك تعبت كثيرا ولكن كل هذا التعب زال في لحظة إنهاء العمل واستقبال الجمهور لهذا العمل هون يمكن أكبر دليل لما بنقول نحن الفن فعلا هو مسؤولية ورسالة يعني برغم أستاذ ممدوح من الوعكة الصحية اللي نحن نقول دائما ألف الحمد لله على سلامتك ومنورنا اليوم الله يسلم لكن فعلا بوقتها المسرحية وبالنجاح اللي كان مخطط له يمكن أكثر فده بتحس أنه فعلا اليوم الفن مسؤولية ولازم يمكن أي فنان سواء بالمسرح وبالتلفزيون وبالسينما يكون على قدر المسؤولية من جميع النواحي ومفاصل العمل يعني نحكيها بوضوح أكثر يعني الفنان يحمل رسالة الفنان وجه لبلده أكيد الفنان له حسه في واقع المجتمع كونه هو يملك الحالة الإبداعية بتميزه الإبداعي فهو أكثر الناس قدرة على التعبير عن واقع الناس وحسا في هذا الواقع ومصدق أكثر أقرب وصادقا أكثر في نقله إذا كان هو ينوي الصدق في تقديم ما يعانيه أهله مجتمعه وبلده من إشكالات الفن له رسالته وله هدفه يعني انا ضد انه حتى احيانا بقول لك الفن مسيس ولا غير مسيس الفن هو اصلا سياسي ما هي سياسي سياسه المجتمع سياسه البلد سياسه الواقع العام اللي تعيشه الناس معاناه الناس لحظه في الوصيه اذا شفتوا العرض او الجماهير شافت العرض هو معالجه لحالات انسانيه فقط علاقات الناس في بعضها ضد واقع ما عم بتعيشه بلد مثل سوريا عم بتعاني عم بتعيش معاناتها اليومية عم بتعيش الضغوط اليومية وعم بتعيش حالة إرهاب كبير بمختلف نماذج الناس اللي موجودة اللي كانت شخوص عم تتحرك على المسرح بمختلف انتماءاتهم الفكرية والنفسية والاجتماعية كيف كلهم بلا شعور وحدتهم الحالي وخلتهم يكونوا هن نموذج لأي شعب في العالم يعني أنا برأيي الشخصي كما اليونان صدر أساطيره إلنا حتى الآن نتناقلها نحن في المستقبل ستتناقل الأجيال القادمة صمود هذا الشعب أكيد أكيد ملاحم كبيرة وعظيمة يمكن بدها قصص وحكاية كثيرة وأجيال لا يحكوها خلينا نحكي أستاذة ممدوح عن المشاركين بالعمل كيف كان طبعا التعامل معهم كيف كنت عم تديرهم على المسرح لقيت بعد غياب صعوبة بإدارة المسرح أو أنه كيف كان كمان ردة فعله لما خلصت المسرحية وهل كان في هيك طبعا حماس اكثر لحتى فعلا يرجعوا يشتغلوا معك مسرح؟ نعم هو الجديد في الحال يعني انا اعمالي السابقه كلها غالبيتها يعني من اول ما قدمت الاعمال او قدمت انا المسرح الغنائي للاستعراض في سوريا تعاملت مع نجوم سوريين ونجوم الوطن العربي يعني من عرس التحدي وديع الصافي الله يرحمه وسمير التوفيق الى قبله المعطر كمال الشناوي زيز البدراوي الى كل النجوم السوريين اللي شاركوا في اعمالي بهذا العمل تحديدا لم اخذ اسما لامعا كنجم بمعنى النجوميه في هذا العمل كلهم كانوا اما خريجين جدد اما طاقات مسرحيه قديمه بس ولكن مغموره اما وجوه لاول مره صعدت على الخشبي
وتعبت جدا في التعامل مع هذه النماذج لواحد منها او تمسك شخصياتها الصحيح الاكاديمي. والعرض قدم بطريقه بصوره اكاديميه، يعني الحقيقه كان في نوع من المدرسيه المسرحيه والمذهبيه المسرحيه اللي تنتمي لاكثر من مدرسه مسرحيه لقدمت العمل لولفت هذه التوليفه. فكانوا الكل يعني شاعرين انهم عم يتعلموا شيء جديد في الحياه، شاعرين انهم في منتهى السعاده انه قدموا فرصة عمل فرصه كبيره لهذا العمل، كان فرصه كبيره وصفقت له الناس. حتى في واحد يعني معلش هو يعمل مهنته مدير انتاج، وجدت في شخصية معينة متطابقة، جبت هذا الإنسان ودربته على المسرح ويمكن يكون نجم، لأنه تجاوبت معه الناس بشكل كبير جدا أكثر من أي نجم من النجوم اللي بيتعاملوا معه على المسرح الناس. فالمسرح هو بحد ذاته عطاء كما قلت لك، لما الممثل أو الفنان إن كان راقص أو إن كان ممثل يقف على المسرح صدقه يصل إلى الناس بيحبوه. إذا كان عم يمثل هذا الصدق الناس بتشفر منه وبتبعد عنه. المسرح كشف، عملية مكاشفة فيما بين الجمهور، بين المتلقي وبين الفنان. بالسينما بالتلفزيون هنالك وسائل أخرى تغطي على هذه الحالة، يعني الكاميرا والتقطيع والمونتاج والإضاءة والزوايا الكاميرا مختلفة تماما عن طريقة العمل المسرحي، هي مواجهة مباشرة، يعني ما في لعب فيها، ما فيش مرحمين يعني. فهذه الحالة وحدت أسرة العمل، فالكل تآخى، الراقص مع الموسيقي مع الممثل مع حتى المصممين اللي يعني الكوريوغراف اللي عملوا الإضاءة اللي صممت، كل وسائل نجاح العمل كانت في أسرة خلية نحل عم تشتغل بشكل دائم ليلا نهارا. وهذا اللي خلاني أني تابع العمل ووصل ليلة العرض بالرغم الظرف المرضي اللي منعوني الدكاترة يتحرك فيه، يعني رغم المرض تم عرض المسرحية كله. أنا نزلت للمسرح وجاهدت وتابعت حفاظا على تعب هؤلاء الناس وعلى طموحهم يقدموا شيء جميل، والحمد لله يا رب العمل نجاح وكان الإقبال الجماهيري عليه بشكل كثير كبير. أكيد إذا بدنا نبقى نحكي عن اليوم الشباب، هاي الطاقات الكبيرة اللي عم تثبت نفسها ببعض المواقع، البعض الآخر يمكن بيفشل، البعض الآخر بيتفوق على غيره، لكن اليوم قد ايه بتشوف في إيمان حقيقي بقدرات هاي الشباب، سواء بسبب هجرة الفنانين والممثلين إلى خارج سوريا، أما والسبب الآخر يمكن حقيتهم بفرص حقيقية، مش شرط يمكن الفنان يضل 10 و15 سنة لحتى يلاقي فرصته الحقيقية، لا هلأ وقته، وهلأ هو يمكن بعز العطاء مثل ما منقول. فدي عندك إيمان فعلا، ولازم أغلب المخرجين يأمنوا ويعطوا فرص للشباب. يعني أنا برأيي الشخصي يعني ليس كل من خرج من سوريا هو ضد سوريا. نعم. يعني هنالك بعض الزملاء الفنانين غادروا سوريا لظروف الحياة، للضغط، لعدم توفر فرص العمل لهم، لعدم استطاعتهم استمرارية الحياة وتأمين لقمة العيش لهم داخل سوريا، فخرجوا من سوريا هربا من الموت بحسب تقديرهم أو هربا من ظروف المعيشة الصعبة. وهنالك ناس آخرين ذهبوا إلى سوريا باعوا بلدهم باعوا وطنهم. أنا لن أغفر لهذا النوع من الناس، من الفنان من الزملاء اللي كانوا موجودين على أرض سوريا أكلوا من خيراتها وقدمت للبلد كل مسهلات النجاح وكل مقومات العمل وكل فرص العمل وصنعتهم نجوما غزوا الساحة العربية ككل وطعنوا في هذا البلد وخانوه وانتموا إلى جهات أخرى تعمل ضد سوريا. هؤلاء حراما أن يسموا سوريين وحراما أن يسموا فنانين. الفنانين الآخرين اللي ذهبوا هم متاح لهم العودة إلى الوطن، ولكن بنفس الحال وبنفس الوقت أنا أطالب الجهات المسؤولة أن تهتم أكثر بالفنان السوري وتقدم له الفرص الأكبر وتقدم له معيشته وحياته. يعني صدقيني أنا أعرف زملاء لنا مغمورين مش مقدرين يأمنوا لقمة العيش لهم. ما ذنب هؤلاء؟ يعني ذنب أن تمسكوا بأرض وبقوا على أرض وطنهم. فهؤلاء الناس يعني أقول لجهات المسؤولة يجب توفير فرص العمل لكل فنان سوري التزم في هذه الأرض وعاش الضيق الحقيقي اللي عم يعيشه السوريين وسيرن وبقي معهم وكافح وما زال صامد على الارض السوريه برغم كل معوقات الحياه اللي موجوده قدامه. اكيد استاذه ممدوح، لكان منذكر كل اللي عم بيشوفونا لامتى مستمر عرض الوصيه؟ يعني تقريبا هذا الاسبوع مستمرين، نحن ما بنعرفش كيف عاد اذا ممكن يمدد لانه في عنا التزامات كمان بدنا نعرض في السويدة في محافظه السويدة وهذا مقرر يعني، ويمكن يكون هلا في طلبات للمحافظات السورية وإن شاء الله ترتب عروض خارج سوريا لهذا العمل في بعض الدول الصديقة. وأنا عندي طموح أني أعرضه في حتى في دول أوروبا والدول اللي حاربت سوريا لأن هذا العمل
كما هم يدعون أنهم يحاربوا الإرهاب، هذا نحن نحارب الإرهاب، فليرون إقبال العمل أو تقبل العمل من قبلهم. يعني أستاذ ممدوح، نحن كثير طماعين، الوصية نتمنى دائما يكون في بعد عمل وبعد عمل أيضا وهكذا، يمكن لحتى نحن نضل مستمرين بهي الأعمال اللي عن جد بترفع الرأس ومنشوف حالنا فيها. بعد الوصية في خطة موجودة أو بعد بكير لسه؟ لا، هو في عمل أنا ببداية الأحداث بسوريا بدأت فيه، عمل اسمه الإنسان. نعم. كتبته مزنة بنتي زميلتكم في الإعلام. نصبح عليا إلا صباح الخير. صباح الخير لمزنة حقيقة. هي معنا بالاستوديو وعم تصورنا كمان. تعبت معنا في العمل الحقيقة كثير تعبت ووقفت جنب أبوها يعني. العمل اسمه الإنسان، هذا خرق للحالة التقليدية للموسيقى العالمية. يعني أنا أخذت كبار الموسيقيين العمالقة العالميين، بيتهوفن، ستراوس، تشايكوفسكي، هؤلاء العمالقة، وأدخلت في هذه الموسيقى الكلمة العربية، الأغنية العربية ضمن الموسيقى العالمية. فأنا رحت لتونس وقعدت 3 أشهر في تونس وسجلنا الألحان تبع العمل كاملة بصوت لطفي أبو شناق، هذا الفنان العملاق يعني، وكان جاهز للعرض الحقيقة، ولكن بداية الأحداث في سوريا أجلته لأنه عمل مكلف جدا وعمل بده إمكانيات كبيرة. وإن شاء الله ما زال الطموح قائما عندي أنه أنا بعد هذا العمل أبتدي لإعادة بث الروح. نعم. فيما أقدمت عليه في السابق أقدمه للناس. نعم. خلينا نعتبره هذا الجواب كمان هو جواب تاني للناقد اللبناني لما قال أنه ما في حلم. لا، لسه في حلم دائما بالعطاء وتجدد. فعلا اليوم أستاذ ممدوح كان صباحنا غير، صباحنا مميز بإقامة مثل حضرتك وبفنان كتير عريق. شكرا كتير لحضورك معنا، أنك لبيت دعوتنا. تحيتنا لجميع الفنانين اللي شاركوك هذا النجاح، نتمنى دائما من نجاح ومن عمل إلى آخر. شكراً لكم، وشكراً لكم لتحصل لي الفرصة هيك أني أقعد معكم هذا الوقت. شكراً لك، الله يعطيك العافية والصحة لتعطي أكثر وموفق بكل الأعمال القادمة. شكراً لوجودك.